في كلام في الدوري المصري اهلي زمالك، بس لحد وقتنا هذا مفيش. زمالك، انت بتقولي زمالك، زمالك بس ولا زمالك واهلي؟ زمالك واهلي بس لحد وقتنا هذا مفيش فاكس اتبعت رسمي او مفاوضات مع مستر ايمن. حد عايزني بصوره رسميه يعني كل الكلام، كل الكلام مع وكيلك مظبوط؟ كل الكلام مع وكيلي، وزي ما حضرتك عارف برضو ان الزمالك الكدمة موقوف. والناس بيكلمني بس هو الكدمة مقفول لحد وقتنا هذا. والاهلي برضو نفس الكلام، اللي هو مكلمني بس يعني الكلام ده من فتره، ولحد وقتنا هذا ما حدش اتكلم مع رئيس النادي. بس اللي انا فهمته منك من كلامك انه الزمالك هو يمكن اللي اكثر جديه او داخل بشكل اقوى، صح؟ هو الزمالك فعلا زي ما حضرتك قلت بيكلموني بجديه وعلى طول بيتواصلوا معايا. بس زي ما حضرتك قلت هم عندهم مشكله، اللي هي مشكله الكيس. طبعا طبعا ممكن تتفك في واحد وممكن او للسنه، الله اعلم برضو. لسه ما عنديش معلومه. لحد دلوقتي فالناس بتقول الارقام مستر ايمن بيقول ارقام عاليه وارقام لا، هو ما حدش كلمه اساسا عشان يتكلم في ارقام. طب هل إدارة إنبي موافقة أو متفتحة لفكرة إنه ممكن تبيعك لنادي في مصر؟ لو العرض كويس طبعًا لمصلحة إنبي؟ والله هو نادي إنبي أول السنة زي ما حضرتك عارف كان الكيد بتاعنا موقوف. ففك في آخر يوم في الكيد، فما لحقناش نجيب لعيبة وكده. فكانوا هم رافضين تمامًا إن أنا كان جاي لي برضه كذا عرض من ليبيا وكذا عرض في مصر. بس الكيت كان مقفول، فهم كانوا مانعين ده تماما، وانا احترمت وجهه نظرهم وما قلتلهمش ان انا عايز امشي والكلام ده كله. احترمت ان هم الناس شارين، ونادي انبي طبعا نادي كبير. فركزت ان انا ابقى موجود معاهم السنه دي لحد شهر واحد، ربنا يكرم لو في حاجه كويسه من خلال نادي انبي طبعا اقدر ان انا امشي. انت توقعك او احساسك هيبقى مشوارك ينتهي مع انبي في يناير، ولا حاسس ان انت هتكمل نهايه الموسم؟ والله لو في عرض وكلموا الناس وتواصلوا لحل يناسب النادي، اي نادي، والنادي مستر ايمن، ما فيش مشكله. يعني عكس الاول كان اول السنه كان مانعين خالص ان انا حد يتكلم معايا. فهمت. دلوقتي متفتحين لهذا الامر. لو في عرض كويس وكده. وكمان زي ما حضرتك عارف ان احنا يعني ما شاء الله ماشيين لحد وقتنا هذا قبل التوقف بشكل رائع. اول دوري يعتبر طبعا ماشيين بصوره كويسه، فتفرق طبعا دلوقتي عن لو احنا ماشيين مش كويس. صحيح 100%.